السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله، وحشتوني جدا. أنا بصور لكم دلوقتي من داخل الطيارة وأنا راجعة من السعودية، راجعة لمصر الحبيبة. أنا كنت في عمرة، طبعا ناس كتير تعرف كده، بس حبيت طبعا تشوفوا المنظر الرائع الجميل ده معايا. الطيارة دخلت طبعا جوه السحاب وكمان طلعت فوق السحاب، فحبيت أشارك معاكم المنظر الجميل الرائع ده. كلكم قولوا سبحان الله، وهسيبكم تستمتعوا بالمنظر الجميل ده، ويا ريت تكملوا الفيديو للنهاية وهتشوفوا مفاجأة حلوة جدا، وهي وقت شروق الشمس. سبحان الله الوقت ده كان يعني وقت الشروق، فصورت لكم كده. أنا مسرعة الفيديو على فكرة، صورت الفيديو حوالي 7 دقايق بس، اختصرته في 4 دقايق بس، علشان كنت متعمدة إن أنا يعني أشوف شروق الشمس. الشمس كانت يعني شديدة جدا، يعني ما كنتش قادرة أبص يعني بعيني فيها، فكانت شديدة لدرجة غير طبيعية، وكان لونها أحمر جدا. هتشوف الفيديو للنهاية، وسبحان الله منظر جميل ورائع جدا جدا. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو علشان تتأملوا في ملكوت السماوات والأرض، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشيروه علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل.